وهدانا ضالا فهدى ووجدنا قائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أحبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراس المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيسة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن الإنسان لفي عسر
وتواصوا بالصبر. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك يضر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. سيصلى نارا ذات لهب.
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.
Allahumma jakirni minhuma nasitu wa alimni minhuma jahiltu warjukni tilawatahu anna al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini lladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil haya jiyadatan li fi kulli hayr waj'alil mauta rahatan li min kulli sar. Allahumma aj'al hayra umri akhirahu wa hayra amali hawatimahu wa hayra ayyami yawmal qaqafihi. Allahumma inni as'aluka izatan haniyatan wa himadda wa sariyatan wa maradda gaira muhji wa la fadihin. Allahumma inni as'aluka hayral masalati wa hayrat du'ai wa hayran najahi wa hayral ilmi wa hayral amali wa hayral sawabi wa hayral hayati wa hayral mamati wa sabjidni wa sabfil mawajini wa hakik imani wa rfa' darajati wa taqabal salati wa kfir hati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa ajimi maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ganimata min kulli firri wal fawja bil janati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa ajabil akhirah. Allahumma aqsim lana min hasiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tabalighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'iba dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sawara'na wan ala man jalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbari hamina wala maglaga ilmina wala tusallit alayna man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana jahan illa ghafartahu wa la hamma illa farajtahu wa la dayna ila qadaytahu wa la hajata min hawaihi dunya wal akhirah ila qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ajaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahyari wa salama tasliman katsira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, 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 ya